في عالم الموضة تخرج صراعات غريبة بين الحين والآخر، أحياناً تكون جميلة ومقبولة وأحياناً تكون غير مألوفة. يتسابق المصممون العالميون وصناع الموضة لإثبات وجودهم بطريقة مبالغ فيها أحياناً. أغرب تلك الصيحات كانت فستاناً من تصميم فيكتور رولف. الفستان مصنوع من قماش التول وفيه أجزاء وكأنها اخترقت بالمنشار. فستان آخر أثار جدلاً هو من تصميم موسكينو، كان على شكل كيس للتنظيف الجاف ارتدته العارضة على المنصة مع حقيبة على شكل جورب. ومن غرائب صيحات الموضة أيضاً الجينز المصنوع من البلاستيك الشفاف أو الركب الشفافة من ابتكار متجر الأزياء البريطاني توب شوب، وهو مصنوع من مادة البوليورثين العازلة للحرارة. حقيبة أخرى أثارت الكثير من التساؤلات من تصميم دار بالنسياغا للأزياء، إذ يبدو أن المصمم استوحى الحقيبة من أكياس المتاجر. ويبدو أن بالنسياغا للأزياء لطالما أحبت لفت الأنظار في عالم الموضة، حيث ظهر هذا جلياً في آخر حذاء لها من تصميمها يشبه إلى حد كبير حذاء الكروكس الذي صنف من قبل محبي الموضة كأبشع حذاء على الإطلاق، إلا أن هذا الحذاء ذو النعل العريض تبلغ سماكته 10 سنتيمترات لاقى إقبالاً لا مثيل له بين المعجبين بعد أن بيع بالكامل على الإنترنت قبل أن يتم حتى إطلاقه. هلا قنديل العربية.